لن يفرط فيها لأحد، وسيعمل جهده لقطع الطريق على كل منافس جاد، لن يبقي على غير أوليائه المستطيعين به من قبيل حركة الشعب التي كلما ركلها حضنته في توله العاشقين. هؤلاء وظيفيون يعملون له محللين مثلما عملوا لبن علي من قبله، موقنون بخفة وزنهم وبهوانهم على الناس، يفتك بهم رهاب سكنهم من الإخوان حتى صار متلازمة تعجزهم عن كل فعل. لقد ركم الأخطاء ما يمنعه من التخلي عن الكرسي، أخطاؤه باتت عقبات مانعة ولن يجد منها مهربا. ما أتاه طيلة عهدته الأولى ليس مجرد أخطاء في التقدير أو الأداء، بل هو برنامج مرتب أعده بخطة منهجية منظمة، برنامج شخصي نجح في جلب أنصار الله حين دعاه مشروعا. فهل رأى أحد من خلق الله للمشروع ثمرة واحدة؟ لقد ظن أنه ملك ناصية القانون وشرب فقه القضاء، فصنع منهما على مهل حبالا يشنق بها كل من تحدثه نفسه بمنافسته، واتخذ منها معارج لنجاته. معه يبلغ التاريخ نهايته وتصل الديمقراطية إلى اكتمالها، وعنده يتوقف التنافس، فهو الواحد الأحد الذي لا يليق به أن ينافسه من الناس أحد. أخل بكل المواثيق وانحل من جميع التعاقدات، لم يبق من جامع له بالناس أكثر من موعد الانتخابات. هذه هي القوة التي أبقاها مرغما ليدخل منها خصومه عليه. كان يعتقد أن المقاطعة ستمتد إلى الانتخابات الرئاسية، وذلك ما حمله على تحديد موعدها وهو مطمئن، ولكن يبدو أن ما تابعه من إصرار على الترشحات وتداع إلى التزكيات أفسد عليه ظنونه وأقض مضجعه. سيضطره المترشحون وما يحظون به من تزكيات إلى ارتكاب مزيد من الأخطاء. هو يعلم أن حظوظه محدودة، لذلك سيأتي أخطاء أن تكون ضد خصومه في البداية وترتد عليه بعد ذلك. العهدة الأولى كانت صفرا من الإنجازات، ولا أظن مسؤولا في الدنيا يعجز عجزه ويفشل فشله، ولو تنافس رؤساء الدنيا في الفشل لأحرز المرتبة الأولى بلا منازع. إذا دخل المنافسة تعرى، وليس لغيره ما له من أقنعة، ولا قناعة لديه أكثر من السلطات التي جمعها في يديه ليتخذ منها لحافا. سيجد المنافسون أبواب مثالبه مخلوعة، وسيدخلون عليه من كل الأبواب وسيغلبونه. لم يقدم لنفسه شيئا يلقاه غدا عند الناس، سنواته عجاف كلها. كثرة الترشحات ستأكل من أطرافه حتى تلك التي يعول فيها على القوى الصلبة. سيجد نفسه خيارا واحدا واقفا على شفا الهوية بين خيارات كثيرة منافسة، وستملي عليه المعركة شروطها رغم أنفه. لن يدخل من باب كونه رمزا للدولة مقدسة. المترشح للرئاسة ليس هو الرئيس، لا فرق بينه وبين أقل منافس من منافسيه. هو في وضع غير مريح لأن فشل العهدة الأولى يلاحقه. محاصرته بتعدد الترشحات في الدور الأول ستجعل منه أحد خيارين في دور ثان، وقتها لن يجد له جبل يأوي إليه من أمر شعب دخل باسمه، ثم لما استوى له الأمر تولى عنه واحتقره ليأكل من زاده ويمسكه.